الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في كتابه العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أسعد الله أيامنا وأيامكم وبارك لنا ولكم في هذه الأيام، هذا اليوم المبارك، هذه الأيام المباركة من هذا الشهر الكريم، شهر رجب الأصب. ولعل هذه الليلة هي الليلة الأولى من شعبان حسب الحسابات والمسح الفلكي، فيكون اليوم هو آخر يوم من شهر رجب، وغدا يكون اليوم الأول من شهر شعبان. وهذه الأيام أيام عظيمة، عشنا قبل يومين ذكرى أعظم يوم من أيام الله، يوم المبعث النبوي الشريف. هذا اليوم الذي يعتبر من الأيام التي من الله سبحانه وتعالى فيها على المؤمنين، كما في الآية الكريمة: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. من التفضل ومن نعم الله ومن من الله على عباده أن بعث فيهم رسولا من أنفسهم. هذا الرسول الذي هو خاتم الأنبياء والرسل، وهو الحلقة الكبرى والحلقة الأخيرة من حلقات المشروع الإلهي لهذا الوجود. هذا النبي الأكرم الذي مهد له الله سبحانه وتعالى بما يزيد أو يقرب من 120 ألف نبي، كلهم كانوا ممهدين لمجيء هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم نعم الله على الناس وعلى الإنسان وعلى الوجود، بعثة هذا النبي الأكرم. نحن نقرأ في القرآن الكريم ونحتفل يوم الغدير بإكمال الدين وإتمام النعمة بولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ولكن إكمال النعمة، إكمال الدين وإتمام النعمة بولاية أمير المؤمنين هي فرع لنبوة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يوم المبعث النبوي، يوم بعثة النبي صلى الله عليه وآله، هي من أعظم النعم، ولعلها أهم من يوم الغدير نفسه. ولهذا يذكر في الروايات عن النبي الأكرم والأئمة الأطهار عليهم السلام أن هناك أربعة أيام من أيام الله في السنة مخصوصة، واحد من هذه الأيام ولعله أهم هذه الأيام هو يوم المبعث النبوي الشريف، أن بعث الله في المؤمنين رسولا من أنفسهم لكي يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويخرجهم من الظلمات إلى النور بفضل الله ونعمته. هذه المناسبة كما ذكرت كانت على مشهور الروايات في 27 من شهر رجب. وهناك مناسبة أخرى تتزامن مع هذه المناسبة يحتفل بها إخواننا من أهل السنة، وهي ذكرى الإسراء والمعراج. ولذلك يحصل أحيانا الخلط والاشتباه بين المناسبتين، لأنه الأخوة من أهل السنة يحتفلون بمناسبة الإسراء والمعراج في 28 من شهر رجب، يوم واحد فقط، يوم 27 مبعث، هم يحتفلون يوم 28 بالإسراء والمعراج. ولا إشكال في إحياء هذه المناسبات بغض النظر عن ثبوت هذه التواريخ، لأن الاختلاف في التواريخ موجود في كثير من المناسبات. نحن نختلف في
مناسبة ويوم ولادة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم على رأيين، ورأيين موجودين عند الفريقين. يعني في مدرسة أهل البيت الخلاف في ولادة النبي موجود، هناك من يذهب أن ولادته صلوات الله وسلامه عليه كانت في 12 من ربيع الأول، وهناك من يذهب أن ولادته صلوات الله عليه كانت في 17 من ربيع الأول على ما هو المشهور عند الشيعة. ولكن الرأيين موجودين، واحد يتبناه عالم من علماء الشيعة وآخر يتبناه مجموعة من العلماء، ونفس الرأيين موجودين عند المدارس الأخرى أن الولادة هل كانت في 12 أو في 17، لكن اشتهر في أوساط أتباع أهل البيت عليهم السلام أن ولادة النبي صلى الله عليه وآله كانت في 17، واشتهر في مدرسة الخلفاء أو مدرسة أهل السنة أن الولادة كانت في 12 من ربيع الأول. ولذلك هذا الخلاف في تواريخ بعض الأحداث لا يجب أن ينظر إليه، أو لا يجب أن يتعامل معه الإنسان بطريقة سلبية، بل يمكن أن يتم التعامل معه بطريقة إيجابية، كما حدث في قضية الخلاف حول ولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عندما يأتي رجل عظيم كالإمام الخميني رحمة الله عليه ويجعل من هذا الأسبوع ما بين اليوم 12 من ربيع الأول والسابع عشر، يجعل هذا الأسبوع أسبوع وحدة للأمة الإسلامية، أسبوع الوحدة الإسلامية التي تجتمع على الإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله، وتتفق على الإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك مثل هذه الأحداث، لأني أنا رأيت نقاش في بعض المواقع أنه لا، هذا اليوم هو يوم المبعث النبوي الشريف ويوم الإسراء والمعراج في وقت آخر. نعم، في روايات أهل البيت عليهم السلام عند علماء أهل البيت لعله المشهور أن حادثة الإسراء والمعراج حدثت في رمضان، في شهر رمضان وقبل الهجرة، لعله في السنوات الأخيرة قبل الهجرة حدثت في شهر رمضان. لكن ما المانع أن نستذكر هذه الذكرى سواء في هذا التاريخ أو في ذاك التاريخ، ونأخذ منها العبر والدروس. كما قلت، يوم المبعث النبوي هو أعظم يوم من أيام الله سبحانه وتعالى، لأنه كان فيه بداية نزول الوحي على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وبداية البعثة النبوية، وبداية الرسالة الإسلامية، وبداية نزول القرآن. الآيات الأولى نزلت من القرآن الكريم في ذلك اليوم في 27 من شهر رجب. وفي الإسراء والمعراج نستطيع أن نقول هذه العبارة، ونستطيع أن نصور هذا التصوير، أن يوم المبعث النبوي هو يوم نزول الوحي من السماء إلى الأرض. يوم المبعث النبوي هو يوم نزول الوحي من السماء إلى الأرض، في حين أن حادثة الإسراء والمعراج هي يوم صعود النبي صلى الله عليه وآله، صعود النبوة من الأرض إلى السماء في رحلة إلهية، في رحلة ملكوتية، أراد الله سبحانه وتعالى من خلالها أن يطلع نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم على آياته الكبرى، كما جاء في القرآن الكريم في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. لنريه، الله أراد في تلك الرحلة أن يري نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله من آيات ربه الكبرى، لنريه من آياتنا. وكما ورد في سورة النجم: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. رأى في تلك الحادثة، في حادثة المعراج، رأى أموراً لا يمكن لإنسان أن يراها، ما زاغ البصر وما طغى، ما كذب الفؤاد وما طغى. رأى من آيات ربه الكبرى في تلك الليلة، ولعل الهدف من رؤية تلك الآيات هو زيادة التثبيت لقلب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، كما أراد أنبياء سابقون أن تطمئن قلوبهم ببعض الأمور التي طلبوها من الله سبحانه وتعالى، كما طلب موسى عليه السلام من ربه: ربي أرني أنظر إليك، أو كما طلب إبراهيم عليه السلام من ربه: ربي أرني كيف تحيي الموتى
قال ولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. لعل الله سبحانه وتعالى أراد من تلك الرحلة تثبيت قلب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من خلال إطلاعه على تلك الآيات الكبرى، من خلال أخذه في تلك الرحلة الملكية ما بين البيت الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في المرة الأولى، ولقاء النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بالأنبياء هناك والصلاة بهم ومعهم، ثم العروج برسول الله صلى الله عليه وآله إلى السماء. هذه مناسبات عظيمة كانت في هذا الشهر المكرم، شهر رجب الأصب، وأيضا ونحن على أبواب شهر شعبان، هذا الشهر العظيم الذي ورد في بعض الروايات أنه شهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما أن رمضان هو شهر الله ورجب شهر أمير المؤمنين، فشهر شعبان هو شهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورد فضل كثير في أهمية صيام هذا الشهر، أنه ورد عن الإمام زين العابدين وعن أمير المؤمنين وعن بقية الأئمة أن من صام هذا الشهر حبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وإكراما لرسول الله، أو صام بعض أيام هذا الشهر حبا وكرامة لرسول الله صلى الله عليه وآله، كانت له الجنة وضمنت له الجنة. فهذا الشهر أيضا شهر عظيم، وفي هذا الشهر في شهر شعبان في بدايته ولادات مجموعة من الأئمة الأطهار عليهم السلام، في الثالث من شهر شعبان ولادة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وفي الرابع ولادة أخيه أبي الفضل العباس، وفي الخامس ولادة ابنه علي زين العابدين السجاد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وفي منتصف شهر شعبان ولادة ولي الله الأعظم صاحب الأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذه أيام كلها أيام مباركة، أيام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لإحياء هذه الأيام بالصيام والعبادة والذكر والاستغفار، وهذه الأعمال من أهم أعمال هذه الأشهر، كثرة الاستغفار وكثرة الصلاة على النبي وآل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صلوا على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا شك أن هناك أعمال كثيرة في هذه الأشهر تذكرها الكتب، كتب الأعمال والمستحبات، خصوصا هذه الليلة المباركة ليلة الأول من شهر شعبان، يستحب فيها طبعا الغسل، يستحب الصيام سواء هذا آخر يوم وأول يوم من شهر شعبان، آخر يوم من رجب وأول يوم من شهر شعبان، يستحب في هذه الأيام الإكثار من الصدقة، خصوصا ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك الذي فيه كثير من الفقراء والمحتاجين والأيتام الذين ينتظرون هذه الأشهر المباركة لكي يقوم الإنسان المؤمن بمواساتهم بما يستطيع، بالمساعدة، بالصدقة، بتوصيل هذه المساعدات قبل هذا الشهر المبارك. على كل حال ما أعرف الظرف اليوم شنو من جماعة متأخرين من المتحدثين، فإحنا لا بأس أنه يعني نستمر بمقدار من الحديث إلى أن يصل أحد الأخوين، نلتمس لهم العذر لأن ما أعرف الطريق إذا كان هناك أسباب أخرتهم. لعل من المسائل المهمة في ذكرى الإسراء والمعراج أو ذكرى المبعث النبوي الشريف، معلوم أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كان على الحنيفية السمحاء، لأنه كثير من الناس لعله لا يعلم ماذا كان رسول الله، ما كانت عقيدته، ما كان اعتقاده، كيف كان يتعبد. أهل مكة في العام الأغلب كانوا من المشركين، من الذين يعبدون الأصنام. حول مكة كان هناك بعض النصارى في الجنوب، وهناك بعض اليهود في الشمال في المدينة، لكن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كان على الحنيفية السمحاء، كان آباؤه وأجداده على الحنيفية السمحاء، على ديانة جدهم إبراهيم عليه السلام، ورثوا هذه الديانة أبا عن جد، كابرا عن كابر،
من إسماعيل عليه السلام، ثم توارث الديانة وهي توحيد الله سبحانه وتعالى وعدم الشرك به سبحانه. فكان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يتعبد الله سبحانه وتعالى على الحنيفية السمحاء التي أخذها عن آبائه وأجداده، وكان يتخلى في كل عام أشهر أو أسابيع في جبل حراء، في غار حراء أو جبل النور. وكثير منكم من وفقه الله سبحانه وتعالى لحج بيت الله يعرف هذا المكان ويعرف صعوبة الوصول إلى هذا المكان. الوصول إلى جبل حراء في الوقت الحاضر بعد أن تم تمهيد الطريق وعمل درج تقريبا في الجبل، يمكن يستغرق الصعود إلى الغار، إلى غار حراء، ما يقرب من الساعة تقريبا. ولكن في ذاك الوقت، حتما في ذاك الوقت عندما كان الجبل على طبيعته الأولى، بكل تأكيد أن الصعود إليه يحتاج إلى ساعات، يحتاج إلى ساعات. ولذلك كل من يصعد الجبل، نسأل الله أن يوفقنا جميعا وإياكم لحج بيت الحرام والوقوف في تلك المشاهد الشريفة، كل من يصعد جبل النور للوصول إلى غار حراء، لعل أول سؤال يتبادر إلى ذهنه أو أول فكرة تتبادر إلى ذهنه هو أن يتوجه بالسلام على السيدة خديجة سلام الله عليها أم المؤمنين، فيقول: السلام عليك يا خديجة، ساعدك الله، كيف كنت تصعدين كل هذه المسافة؟ لأنها كانت عندما يذهب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إلى الجبل، إلى الغار لكي يتعبد هناك، كانت تأتيه بالطعام والشراب لعله في الأسبوع مرة أو أكثر، وتقدم وتترك هذا الطعام والشراب مع النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وتنزل مرة أخرى إلى مكة. ولذلك ورد في فضائل السيدة خديجة سلام الله عليها أنه في حديث يروى أن جبرائيل عليه السلام نزل على رسول الله في إحدى المرات وهو في الغار، طبعا بعد البعثة النبوية كان رسول الله استمر في الصعود إلى الجبل. فتقول الرواية أن جبرائيل عليه السلام في إحدى المرات نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وقال له: يا رسول الله، يا محمد، السلام يقرئك السلام ويقول لك أن هذه خديجة قد جاءتك بالماء والشراب، بالماء والطعام، فإذا جاءت فأقرئها من ربها السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبشرها السلام، وبشرها بأن لها بيتا في الجنة، بيتا من قصب لا نصب فيه ولا تعب، بيتا من قصب يعني من ذهب، لأن من أسماء الذهب القصب، لها في الجنة بيتا من قصب لا نصب فيه ولا تعب. لماذا؟ للجهود العظيمة التي قدمتها هذه السيدة العظيمة لرسول الله صلى الله عليه وآله، ومن أجل الدعوة الإسلامية ومن أجل رسالة السماء، فقدمت كل ما تملك. بداية قدمت ما تملك من أموال، ومعلوم كيف كانت وكم كانت السيدة خديجة سلام الله عليها ثرية، تملك الكثير من المال، طحت وصرفت كل تلك الأموال في سبيل الله وفي سبيل دعوة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، حتى وصل الأمر في أواخر أيامها لا تجد ما يسترها من غطاء، فكان عندهم جلد كبش كما تقول بعض الروايات، كانوا يستعملون هذا جلد الكبش مرة فراشا ومرة غطاء في آخر أيامها سلام الله عليها. ثم صرفت كل ما تملك من طاقة مع النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، تحملت وعورة تلك الجبال في الذهاب والإياب مع النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وتحملت ذلك الحصار. فكانت عندما حوصر المؤمنون، حوصر بني هاشم في شعب أبي طالب، كانت معهم وتحملت ما تحملت من ألم الحصار والجوع والعطش، وكانت وفاتها في تلك الفترة، توفيت في أثناء الحصار. الحصار يعني كان حصار قاتل على المسلمين، للأسف نحن قليلين القراءة والحديث في هذه المواضيع. الحصار كان ممنوع التعامل مع المسلمين بأي شكل من الأشكال،
لا يبيعون لهم، لا يشترون منهم، لا يزودونهم بطعام أو شراب، بحيث مات كثير من المؤمنين في تلك المرحلة. ويقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أو بعض أصحاب النبي الذين كانوا معه يقولون: وصل بنا الأمر أننا نخرج بالليل في الشعب حول الجبل نتلمس ما في الأرض، ما وجدنا من رطب أكلناه، بغض النظر ما طبيعة هذا الرطب، من شدة الحصار والجوع كانوا يخرجون يتلمسون الأرض، فما وجدوا من شيء رطب أكلوه. إلى هذه الدرجة كان الحصار شديدا على المسلمين وعلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. ونتيجة لذلك الحصار كان مرض السيدة خديجة سلام الله عليها ووفاتها، وكان بعد ذلك وفاة أبي طالب الحامي والناصر لرسول الله صلى الله عليه وآله. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله يتعبد في ذلك الغار، ومن وصل إلى ذلك الغار يعرف أن في الغار فتحة نافذة في الغار، هذه الفتحة والنافذة سبحان الله في قمة الجبل تطل مباشرة على الكعبة المشرفة، مباشرة إذا تنظر من المنظار تطل على الكعبة مباشرة. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك الموضع وينظر من تلك الزاوية إلى بيت الله، ويتعبد الله سبحانه وتعالى بالتوجه إلى بيته الكريم. بقي هناك مدة طويلة من الزمن يتعبد الله سبحانه وتعالى على دين آبائه وأجداده الحنيفية السمحاء، إلى حين أن نزل الوحي بالآيات الأولى من سورة العلق، الآيات الخمس الأولى من سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. على كل إن كان هذه مقدمة لمناسبة البعث النبوي، أنا قلت هناك مناسبتين شريفتين في مثل هذه الأيام. الأولى نحتفل بها في مدرسة أتباع أهل البيت عليهم السلام، وهي ذكرى البعث النبوي، والمناسبة الأخرى هي ذكرى الإسراء والمعراج، وهي المشهورة في مدرسة إخواننا من أهل السنة، أيضا يحتفلون في مثل هذه الأيام بذكرى الإسراء والمعراج. المناسبتين مناسبتين عظيمتين، كما قلت المناسبة الأولى البعثة النبوية تمثل نزول الوحي من السماء إلى الأرض، والمناسبة الأخرى ذكرى الإسراء والمعراج تمثل صعود النبوة وصعود النبي صلى الله عليه وآله إلى السماء لكي يتلقى التكاليف من ربه، ولكي يريه ربه من آياته الكبرى ليثبت فؤاده صلوات الله وسلامه عليه. معنا في هذه الليلة أخوين عزيزين كريمين للحديث حول انطلاقا من هاتين المناسبتين، واقعا لا نتحدث عن تفاصيل المناسبة، وإنما من هذه المناسبات نأخذ الدرس ونأخذ العبرة ونأخذ الفائدة إن شاء الله. معنا أخونا الدكتور محمد سودان من مصر المحروسة، ومصر أهل البيت، مصر الإمام الحسين والسيدة زينب عليهما السلام، ليتحدث حول ذكرى الإسراء والمعراج والدرس المستفاد منها والارتباط في قضية الإسراء والمعراج، هذا ربط الإلهي سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذا الربط بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى، وكيف يمكن أن تتوحد قلوب هذه الأمة حول هذه الأماكن المقدسة. وكذلك معنا أخونا الدكتور هشام الحسني ليتحدث منطلقا من البعثة النبوية الشريفة حول أهم خصائص وحدة الأمة الإسلامية في القرآن الكريم. أدعو الأخوين إلى المنصة ونستقبلهما بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأظن أنه منطقياً نبدأ بمناسبة البعثة النبوية لأنها كانت أسبق من الإسراء والمعراج. صل على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد.
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حق حمده، وصلى الله على حبيبه المصطفى وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على حبيبك المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. في رحاب المبعث النبوي الشريف والإسراء والمعراج، حديثي حول البعثة، وسيكون حديث مختصر إن شاء الله، لكننا لا بأس من الإشارة السريعة إلى الإسراء والمعراج عن إذن أخي الأستاذ المتحدث. فالإسراء والمعراج كلاهما معجز، الإسراء معجزة والمعراج أكبر. الإسراء تثبيت وتسليح لرسول الله، والمعراج تمكين وتتويج، تمكين له للوصول إلى أعلى مقام، وتتويج له للمقام الذي خلق له من قبل أن يخلق آدم. في كلا الأمرين الهدف المعلن في القرآن الكريم هو ليرى من آيات ربه الكبرى، ليريه من آياتنا في سورة الإسراء، وحول المعراج لقد رأى من آيات ربه الكبرى في سورة النجم. ما أريد أن أشير إليه بسرعة فائقة هو موضوع المعراج الذي لا خالو نعطيه حقه في أوساطنا على مستوى الفكر أو على مستوى العاطفة والوجدان، فضلا عن مستوى السلوك. المعراج أيها الأحبة، لو تأملنا فيه قليلا فقد وردت الأخبار في أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يبلغ سدرة المنتهى وحسب، وإنما رأى الجنة والنار قبل أن تخلق، يعني من قبل أن تقوم جنة أو نار، من قبل أن تكون القيامة قد قامت. بحسب فهم البسيط يعني أن رسول الله قد اخترق به الزمن إلى المستقبل، وأحاط بالوجود مكانا وزمانا، وهذا هو شأن أرقى مخلوقات الله تبارك وتعالى، وهذا هو المقام الذي يليق به صلى الله عليه وآله. سأقف عند هذه النقطة وأتحول إلى البعثة. في المبعث النبوي الشريف أذكر مقدمتين ثم أتحدث عن صاحب الذكرى صلى الله عليه وآله، ما حقه علينا. المقدمة الأولى، هناك خلط بين الإنزال والتنزيل، بين ما نزل في ليلة القدر وفي يوم 27 من رجب. لعل الإخوة الحاضرين كلهم يعلم ذلك، لكن لا بأس من الإشارة السريعة إلى أن هناك فرقا بين الإنزال والتنزيل. الإنزال أن القرآن نزل جملة واحدة على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليهيئه للرسالة. يقول عز وجل: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، الشعراء، الآية 194. وهو الإنزال الذي تم في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، وهي ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر التي كان لها شأن قبل أن ينزل القرآن، قبل أن ينزل جبريل عليه السلام بقوله تعالى: اقرأ. بدليل نفس الآيات في سورة القدر تنزل الملائكة، بمعنى أن الحال حال مستمرة، كانت قبل نزول جبريل بإقرأ، وتستمر حتى أن يرث الله الأرض ومن عليها. على من تنزل بعد رحيل الرسول هذا بحث آخر، لكن علينا أن نفهم هذا، أو حري بنا أن نتأمل في هذا الأمر. هناك إنزال وهناك تنزيل، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. في التنزيل يقول رب العزة: اقرأ وربك الأكرم، أو اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الآية المشهورة في سورة العلق. ويقول سبحانه كذلك: وقرآنا فرقناه عليك، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا، الإسراء 106. ويقول عز وجل: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. كأنما هناك يحاول أن إنزال الفرقان سبق التنزيل. لاحظوا الآية الكريمة مرة ثانية: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إذن هناك إنزال
وتنزيل. وهذا الأمر ليس صعبا على التخيل، يعني أنت حين تريد أن تسافر سفرة أو تبتدئ بمشروع تجاري أو أي أمر من أمور الدنيا وأنت إنسان عاقل وقدرتك محدودة، أو حتى لو كانت قدراتك واسعة، لا بد من أنك تخطط لهذا الأمر، لا بد من أنك تهيئ لهذا الأمر. فكيف إذا كان الأمر بعثة النبي الخاتم وإرساله للعالمين كافة، لا بد من باب يعني من الناحية العقلية أن الله تبارك وتعالى يهيئ النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المهمة الكبرى. وقد ورد في حديث عن الأئمة عليهم السلام أنه قد وكل به أو قرن به من لدن أن كان فطيما ملكا من أعظم الملائكة. وهذا أمر ليس مستغرب وموجود في كتب الفريقين، أن الرسول كانت هناك عناية تصاحبه منذ كان طفلا، بل منذ كان فطيما. وهذا الأمر في غاية يعني التقبل الذهني والتصور. يقول عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الفرقان السورة الأولى. ويقول: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدق لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. فالأمر باختصار: الإنزال هو الإنزال جملة واحدة على قلب النبي في شهر رمضان في أي عام أنا لا أدري، لكنه واضح أنه قبل التنزيل الذي تم في 27 من رجب حين نزل جبريل عليه السلام على قلبه صلى الله عليه وآله بقوله أقرأ. طيب، المقدمة الثانية: لا بأس من أن نذكره صلى الله عليه وسلم بكلمات من قبل أقرب الناس إليه وأعرفهم به، من قبل ابنته الزهراء ووصيه وابن عمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. سآخذ مقاطع قصيرة مراعاة للوقت. فبعد أن تبتدئ سلام الله عليه بالحمد: أبتدئ بحمد من هو أولى بالحمد والطول والمجد، الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم، إلى أن تقول: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة جعل الإخلاص تأويلها وضمن القلوب موصولها، حتى تقول: وأشهد أن أبي محمدا عبده ورسوله. اختاره وانتجبه قبل أن أرسله، وسماه قبل أن اجتبله، واصطفاه قبل أن ابتعثه، إذ الخلائق بالغيب مكنونة، وبستر الأهاويل مصونة، وبنهاية العدم مقرونة، علما من الله تعالى بمائل الأمور، وإحاطة بحوادث الدهور، ومعرفة بمواقع المقدور، ابتعثه الله إتماما لأمره، وعزيمة على إمضاء حكمه، وإنفاذا لمقادير حتمه. فرأى الأمم فرقا في أديانها، عكفا على نيرانها، عابدة لأوثانها، منكرة لله مع عرفانها، فأنار الله بأبي محمد صلى الله عليه وآله ظلمها، وكشف عن القلوب بهمها، وجلى عن الأبصار عمهها العمه، وعن الأنفس غممها، وقام في الناس بالهداية، فأنقذهم من الغواية، وبصرهم من العماية، وهداهم إلى الدين القويم، ودعاهم إلى الصراط المستقيم، إلى آخر كلامها. لا بأس ببعض الكلمات من أمير المؤمنين عليه السلام في حق محمد صلى الله عليه وآله، حيث يقول: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالدين المشهور والعلم المأثور والكتاب المسطور والنور الساطع والضياء اللامع والأمر الصادع إزاحة للشبهات واحتجاجا بالبينات وتحذيرا بالآيات وتخويفا بالمثلات، والناس في فتن انجذم فيها حبل الدين وتزعزعت سواري اليقين، واختلف النجر وتشتت الأمر وضاق المخرج وعمي المصدر، فالهدى خامل والعلى شامل، عصي الرحمن ونصر الشيطان، وخذل الإيمان فانهارت دعائمه وتنكرت معالمه، ودرست سبله وعفت شوكه، أطاعوا الشيطان فسلكوا مسالكه،
وبردوا مناهله بهم سارت أعلامه وقام لواؤه في فتن داستها بإخفاقها بأخفاقها ووطئتهم بأظلافها حتى يقول يعرج على أهل بيته لكن ليس لدينا وقت نأخذ مقطعا ثانيا حتى إذا أفضت كرامة الله سبحانه إلى محمد كان يتحدث عن الأنبياء السابقين ثم يقول حتى أفضت كرامة الله سبحانه إلى محمد صلى الله عليه وآله فأخرجه من أفضل المعادن منبتا وأعز الأرومات مغرسا من الشجرة التي صدع منها أنبياءه وانتجب منها أمناءه عترته خير العتر وإسرته وأسرته خير الأسر وشجرته خير الشجر نبتت في حرم وبسقت في كرم لها فروع طوال وثمرة لا تنال فهو إمام من اتقى وبصيرة من اهتدى سراج لمع ضوءه وشهاب سطع نوره وزند برق لمعه سيرته القصد وسنته الرشد وكلامه الفصل وحكمه العدل أرسله على حين فترة من الرسل وهفوة من العمل وغفاوة من الأمم وكثيرة هي كلمات علي عليه السلام في حق النبي لكن أختم بهذا الكلمة الموجزة التي يشير فيها إلى القرآن كذلك أرسله على حين فترة من الرسل وطول هجعة من الأمم وانتقاض من المبرم فجاءهم بتصديق الذي بين يديه والنور المقتدي به ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق ولكن أخبركم عنه ألا إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء أدائكم ونظم ما بينكم. إنما ذكرت هذه المقاطع من خطب أمير المؤمنين والزهراء وبقية المعصومين والصحابة الأجلاء لتحفزنا على أن نتعرف أكثر على نبينا. صحيح نحن نذكره ونصلي عليه ونشهد له بالرسالة ولكن هذا لا يكفي أيها الأحبة. إذا كنا نؤمن أنه قائدنا إلى الجنة، إذا كنا نؤمن أنه حبيب الله، أنه خير خلق الله، أنه خاتم أنبياء الله ورسله، فلا بد من أن نصرف بعض الجهد والوقت لنتعرف عليه أكثر ولنتعرف على سيرته صلى الله عليه وآله وسلم. أنتقل الآن إلى متن الحديث، إلى متن الحديث وهو الكلام حول حق صاحب الذكرى. فأقدم بمقدمة سريعة وأقول أنه ينبغي لنا حتى نوفيه حقه أن نعلم ما دوره صلى الله عليه وآله، وحتى نعلم ذلك لابد أن نعلم ما هي مهام الأنبياء أولا. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم مهامه على نوعين، الأول هي المهام المشتركة التي يشترك فيها بقية الأنبياء عليهم السلام، والمجموعة الثانية هي المهام الخاصة به صلى الله عليه وسلم. أما الأهداف العامة التي يشترك فيها كل الأنبياء فهي الإعداد لتلقي الوحي، لأنك وأنا لا نستطيع أن نتحمل الوحي. يعني رسول الله بعظمته وبجلال قدره كان تنتابه حالة عجيبة حين ينزل عليه جبريل، فكيف بغيره صلى الله عليه وسلم. إذا مهمة النبي إعداده لأجل أن يتلقى الوحي. الثاني، المهمة الثانية أو الدور الثاني، تبليغ الوحي والرسالة للناس على قدر عقولهم والمواصلة على ذلك. الأمر الثالث بناء الأمة، يعني دور النبي لا يكتفي بأن ينشر الخبر أو يلقي الحجة وينتهي، ابتداء من نوح شيخ الأنبياء أبي الأنبياء أو شيخ الأنبياء الذي قضى في قومه 9000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم، مرورا بإبراهيم شيخ الأنبياء أو أبي الأنبياء عليه السلام والذي ما فتئ يدعو القوم في العراق وفي الشام وفي الحجاز وما شابه من يعني بقية الأماكن. إذن بناء الأمة هو الدور الثالث للأنبياء عليهم السلام. الدور الرابع هو حفظ الرسالة، يعني الرسول يتلقى الوحي يبلغ يبني الأمة ويحفظ الرسالة،
ولولا وجود المعصوم النبي المعصوم لتشتتت الأفكار وتنوعت الطرق لفهم التنزيل، ولهذا كان النبي صمام الأمان والحارس للتنزيل. من يحمي التنزيل بعد رحيل النبي؟ هذا كلام آخر. المهمة الخامسة لكل نبي هي قيادة الأمة نحو هدفها المنشود بحسب حجم الرسالة. يعني رسالة موسى كانت أوسع من رسالة عيسى مثلا، رسالة إبراهيم كانت أوسع من رسالة موسى، رسالة محمد صلى الله عليه وآله أوسع من كل الرسالات، لأنه بعث رحمة للعالمين وخاتما للنبوات كافة. أما الصفات أو المهام التي اختص بها صلى الله عليه وآله فهي عديدة كذلك، لكن أكتفي منها ببعض المقاطع التي وردت في القرآن الكريم. يعني القرآن الكريم ذكر جملة من الصفات: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وفي آية أخرى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لتخرج الناس من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما، إن أنزلنا إليكم ذكرا رسولا، يعني الرسول جعلها بدل عن الذكر، وهكذا صفات عديدة وكثيرة وردت في القرآن الكريم. ليس الوقت يسعني الآن لذكرها، لكنها دعوة إلينا أن نتصفح كتاب الله ونجد ما ذكره الله سبحانه وتعالى في حق حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. من الصفات التي ممكن أن نمر عليها سريعا أنه يعني بناء على ما تقدم حقيقة أبني وأختصر وألخص ثلاثة أمور. الأمر الأول أنه كان يعنى بتغذية الإنسان والأمة حتى تصل نحو الهدف، فمادة الحركة كان يعنى بها فكرا على مستوى العقيدة، وجدانا على مستوى الروح والضمير والعلاقة بالله، وسلوكا وأخلاقا الشريعة. هذه مادة الحركة. الأسوة التي كان لا بد أن يضربها ليكون مثالا حيا، لأنكم تعلمون أيها الأحبة قد نتفق على حب شخص أو على تبني مبدأ، لكن حين يغيب المثال المجسد نفترق في تفسير ما قال وما أراد. ولهذا كان دوره أن يثبت الأسوة، وقد ذكر ذلك الله عز وجل في كتابه في قوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأمر الثالث باختصار القيادة العملية المرجعية التي تعنى بتخطيط أمر هذه الأمة، نظم أمرها، الإنباء عن المستقبل، إعداد الناس للمستقبل، تارة على مستوى أنه يشتاق إلى إخوانه الذين يأتون من بعده، تارة ينبئ أن الأمة ستفترق إلى فرق عديدة، تارة ينبئ أن أعداد الأمة الإسلامية ستكون كثيرة لكنها سيل أو غثاء وليس فيها مادة أو جوهر، والسبب الركون إلى الدنيا. وقد نبه صلى الله عليه وآله إلى هذه المهلكة أو هذه المقتلة، حب الدنيا. إذن أنتقل من هذه النقطة صفات النبي أو مهامه إلى ما تحفزه الذكرى فينا نحوه أو للوفاء بحقه صلى الله عليه وسلم، على مستوى الفرد وعلى مستوى الأمة. والحديث على مستوى الأمة أهم كما قدم سماحة الشيخ، باعتبار أننا نريد أن نعنى بفهم دور ومكان الأمة في ذكرى كذكرى بعثة النبي صلى الله عليه وآله. أقول ذكرى المبعث تبعث فينا أو تثير فينا أسئلة أساسية لنا وتحفزنا للوفاء لصاحب الذكرى صلى الله عليه وآله. أما الأسئلة الأساسية لنا أذكرها حتى نعلم هل نحن على الخط، على خط النبي أو لا، وهي مقدمة حتى نجد أنفسنا قادرين على أن نوفيه حقه، لأن ما أكثر من يدعي وما أقل من يستطيع أن يقوم على قدم ويثبت على الصراط. فأقول الأسئلة الأساسية التي يجب أن نسألها أنفسنا دائما، لكنه في ذكر المبعث تكون أكثر وآكد من غيرها من الأوقات،
لماذا خلقنا؟ يعني رسالة الخلق، هدف الخلق، أين نحن منها، من هذه الرسالة ومن هذا الهدف؟ كيف نواصل السير ثم نصل لذلك الهدف؟ أسئلة أساسية ومشروعة ولا بد منها. لما خلقنا باختصار شديد؟ القرآن ذكر لنا أمورا ثلاث أو ثلاثة: ليعبدون، ما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون، الأمر الأول، واستعمركم فيها، إذن إعمار الأرض والعالم، والأمر الثالث، ليقوم الناس بالقسط، إذن العدل الاجتماعي. هذه الأمور لا بد من فهمها وإدراكها وهضمها والتواصي والتذاكر بشأنها. هل نحن لدينا المعرفة كما ينبغي، معرفة الحق سبحانه، حتى نكون بمستوى عبادته؟ وإلا إبليس كان كثيرا معرفة. إذن المعرفة المجردة لا تكفي، وإنما المعرفة المرتبطة بالحق سبحانه، بامتثال أوامره. الاستعمار يعني أن نشغل أو أن نهتم بإعمار الأرض على أي مساحة كنا فيها، على مستوى المجموعة الصغيرة، المجموعة الكبيرة، الدولة، الدول والعالم. ليقوم الناس بالقسط، كذلك العدل الاجتماعي. وهذا كذلك ما أشار إليه الحسين عليه السلام إذا رجعنا خطبه، ليس لدي مجال، بس إذا رجعتم خطبه سلام الله عليه ستجدون أنه يشير إلى بعض هذه المقاصد. إذن السؤال الأول: لماذا خلقنا؟ السؤال الثاني: أين نحن من هذه الرسالة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أين نحن منها، من مقام الإنسان الذي تخطى جبريل مقاما، يعني أين نحن منه صلى الله عليه وآله؟ وكل يدعي وصلا بالإله، كل يدعي حب النبي والهيام به، ولكن كما نعلم أنه ليس الادعاء بالضرورة يعني الواقع الحال. ثم أين نحن من مقام ابن المصطفى الذي سيما الأرض قسطا وعدلا، باعتبار نقطتي التواصل؟ فإذا كنا مع النبي في موقف ثم نحن الآن نبتعد عن خط ولده المنتظر، أكيد هناك خلل في هذا المقام. ما الذي أنجزنا وما الذي عنه عجزنا؟ هل ملكنا الدنيا كما ينبغي أم هي ملكتنا؟ هل شخصنا الشياطين وهجرناها أم اتخذناها أولياء من دون الله ونحسب أننا مهتدون؟ هل عرفنا حجمنا في الوجود الذي يكاد، الوجود الطائع لله عز وجل الذي يكاد يكون لا منتهيا أو لا متناهيا؟ وهل لازلنا نذكر أن الخالق سبحانه وتعالى هو الذي سخر ذلك لنا حتى نكون، حتى ننهض بواجب الذكر والشكر والطاعة؟ هل، هذا هو السؤال الأخير الذي يقودني إلى الفقرة التالية، هل أدركنا خطورة التشتت والتشرذم في الأمة التي اعتنى بها صلى الله عليه وآله، وكانت له قرة عين، والتي وعد أبناءها بأنه سيكون شفيعا لها يوم القيامة، حتى أنه ورد في الخبر أن ضغطة القبر حين جاء ملك الموت طلب رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعني يؤجر أمته يوم القيامة بصبره على ذلك، يعني يفكر وهو في حياته وهو ينازع الموت بأمته يوم القيامة. أقول: هذه الأمة هل عنينا بكيانها وبوحدتها؟ والوحدة أيها الأخوة ليست مقاما يعني أو موقفا تكتيكيا كما يقال في هذه الأيام، أو موقفا مزاجيا أو موقفا مؤقتا، وإنما هو موقف مبدئي، موقف استراتيجي. شهدنا رسول الله كما اعتنى، وشهدنا عليا وهو أقرب الناس وأعرفهم برسول الله كيف اعتنى بوحدة هذه الأمة، وكيف أنه سالم لتسلم أمور المسلمين، وكيف أنه حرص على أن تبقى وحدة المسلمين، وكلمة الله هي العليا وكلمة رسول الله هي العليا، حتى أنه في أحلك المواقف حين خرج عليه من خرج، يعني بضمنهم أم المؤمنين، لم يعاتبها وإنما ألقى باللائمة على من أخرجها فقال: ما أنصفك الذين أخرجوك إذ صاموا حرائرهم وأبرزوك، يعني حرص على أن يبقي على مقام النبي، على مقام أسرة النبي، على مقام الوحدة الإسلامية في الأمة.
ثم نعلم أنه وكل بها بأم المؤمنين عائشة أخاها محمد بن أبي بكر وهو من خلص أصحابه عليه السلام ليحميها وليكرمها في طريق الهدى. على كل حال أقول أن موقف الوحدة ليس قضية مزاجية، ليس قضية مزاجية أو مؤقتة، وإنما هي قضية أساسية. تعالوا أيها الأحبة نتصفح بعض الآيات الكريمة. يقول عز من قال: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وهذه في الأنبياء الآية 92. ويقول عز وجل: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. المؤمنون الآية 52. فيتحدث عن هذه الأمة، وإن هذه أمتكم، إن هذه أمتكم. صحيح في واقع الأمر لن يصل الناس إلى تلك الدرجة، ولهذا أنبأ سبحانه وتعالى: ولو شاء ربك لجعلكم ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم المائدة. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. هود: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. النحل: ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة. بمعنى أنه الله عز وجل يريد للعباد أن يكونوا أمة واحدة، لكن واقع الأمر، واقع الصراع في هذه الدنيا، واقع موقع إبليس، وواقع أن الدنيا ليست هي دار الخلد، سيكون هناك فرق، ولكن هي مهمة الصادقين أن يحافظوا على الوحدة، مهمة المؤمنين الصادقين أن يحافظوا على أن تكون أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون، وأنا ربكم فاتقون. إذن هذا يجرني إلى أن أقول: ما موقفنا نحن من هذا الأمر؟ يعني هل نحن بموقف سلبي، أم نحن علينا أن نتحرك خطوة نحو الأمام فنتجاوز المشاكل ونعض على الجراح؟ إذا شتمني مسلم أستغفر له، وإذا ظلمني آخر أتجاوز عن ظلمه، وهكذا، حتى نكون منتظرين ولا نكون مؤخرين لقيام صاحب الأمر سلام الله عليه، ولنهيئ الأرضية للنصرة العالمية، ليس فقط في أوساط الموالين، وإنما في أوساط عموم المسلمين، بل عموم الخيرين في العالم. أختم كلامي بالفقرة الأخيرة، وهي الوفاء له صلى الله عليه وآله. ما تحدثته قبل قليل كان من أهم معالم هذا الوفاء. إذا حرصنا على أن يعني نبني أنفسنا كأفراد وكأمة، ونحافظ على وحدتها وعلى سلامة سيرها، فهذا من أهم مصاديق وفائنا له صلى الله عليه وآله. لكن دعوني أتحدث عن بعض الخصائص التي ذكرها القرآن. يعني هناك خصائص عدة في القرآن والسنة تربو على 30 لأمة محمد صلى الله عليه وآله، أكتفي بعدد محدود. القرآن الكريم مثلا تحدث عن أن صفة الجماعة المنتصبة هي الإيمان والعمل والتواصي. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وفي سورة البلد كذلك تواصوا بالمرحمة. المرحمة ضروري، التواصي بالمرحمة، لأن قد نختلف وقد نتنازع، لكن يجب أن لا ننسى الرحمة والتراحم. في موقع آخر في القرآن الكريم: محمد رسول الله والذين آمنوا والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم. في سورة الصف: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. في المائدة: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ما صفاتهم يا رب؟ يحبهم ويحبونه. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وهكذا صفات المؤمنين في القرآن مجموعات. يعني بس أذكر إخواني إلى أن هناك على الأقل 3 مواضع في القرآن الكريم وردت صفات المؤمنين كمجموعة من 8 صفات: في المعارج، في الشورى، وفي المؤمنين.
ليس هناك لا وقت لذكرها، ولكن ستجد أن هناك في القرآن الكريم مواضع لذكر المجموعة المؤمنة. كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذا الكلام طبعا المدام ذكر هذا الوقت نحط هناك خلط أحيانا في بعض الفهم أنه كنتم خير أمة يعني فيما سبق، وهذا اشتباه. ليش؟ لأنه الآية نزلت أيام الرسول، فهل يعقل أنه كنتم أيام الجاهلية خير أمة؟ كانت تامة. وإنما كنتم إذا أمرتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، يعني إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر فستكونون خير أمة أخرجت الناس. انتهى القوس. على العموم يبدو أن وقتهم انتهى، فأختم بقولي أن هناك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك تحدثت عن أمته، بس دعوني أمر بسرعة فائقة على بعض الصفات للأمة المحمدية الواحدة حتى يعني نقيم موقعنا كم نحن من هذا. فمن خصائص الأمة المحمدية بقاء الخير فيها، وسطيتها، وكذلك جعلناكم أمة وسطى، شهادتها على الأمم لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، تعدد أسباب الشهادة، هم شهداء لله على أرضه، فضلها عن الأمم في الأجر والعطاء. من خصائصها أنها أمة الإسناد لخط الوحي، سياحتها الجهاد كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله، أن لها النصر والغلبة إلى قيام الساعة، قد يعني تكبو ولكن على المدى البعيد لها النصر. الأمة المرحومة، الأمة التي رضي الله لها اليسر وكرها كره لها العسر، الأمة التي من خصائصها التيمم وأن الأرض جعلت لها مسجدا وطهورا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله، أنها أول أمة تحاسب يوم القيامة، أنها أمة شفع فيها رسول الله صلى الله عليه وآله، أنها أمة صفوفها في الصلاة كصفوف الملائكة، أن الله ستر أعمالها، أنها أكثر أهل الجنة، أنها صلاة بعض أن بعض الأنبياء صلوا يعني أكيد في المعراج التي قد تحدث عنها أخونا العزيز، صلوا خلف نبينا الأكرم، اختصها الله بالسلام والتأمين، اختصها الله بيوم الجمعة، وهكذا. يعني هذه نعم حقيقة نغفل عنها، لكنها صفات هي صفات امتازت بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حري بنا أن ننتبه إليها وأن نكون بمقام من يقوم بهذه الأمانة وفاء له صلى الله عليه وآله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لذلك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. شكرا لأخينا الدكتور الحسني. أقول يا دكتور، هذا وأنا أخبرتك قبل البرنامج بيومين تقريبا، لو مخبرك قبل شهر ممكن تسوي لنا موسوعة. بارك الله فيكم. لكن هذا واقعا بحث جميل جدا، وأظن إن شاء الله لعله في المؤتمر نخليكم شيء من قبل هذا البحث إن شاء الله تدخلون المؤتمر القريب. المؤتمر القريب. لا بحث مهم جدا فعلا في يعني له علاقة ببحث المؤتمر الذي هو مؤتمر الوحدة الإسلامية وتقارب المؤمنين، وضروري مثل هذه الأبحاث تطرح. جزاكم الله خير الجزاء، واجعل ما تفضلتم به في ميزان أعمالكم إن شاء الله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. انطلاقا من مناسبة وذكرى الإسراء والمعراج، كما قلت حادثة الإسراء والمعراج، الحديث لأخينا الدكتور محمد سودان من مصر حول موقعية المسجد الأقصى ووحدة الأمة الإسلامية في وحدة الأمة الإسلامية والربط بين الحرمين بيت الله الحرام ومسجد الأقصى. نستقبله أيضا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أنك يا رسول الله قد أديت رسالة، أزلت الغمة وكشفت الغمة
أديت الأمانة وتركتنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا أنت. صلى الله عليك يا محمد. الحمد لله كما بارد جلاله وعظم سلطانه الذي أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم، ونقول أسرى بعد أن يعني أرضى رضى الله عز وجل أن يسري يعني على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن ابتلي بوفاة عمه الذي كان سندا له في مكة، ثم بزوجه وتكالب عليه أهل قريش أو كفار قريش في ذلك الوقت، فخرج إلى الطائف كي يدعو الناس هناك، وذهب إلى ثقيف، وللأسف الشديد أن أهل الطائف يعني سخروا منه وجعل يعني أطفال القوم يجرون خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويعني يعيبوه ويلقوه بالحجارة حتى أدبروا قدميه الشريفين صلى الله عليه وسلم. من بعدها يعني في هذه اللحظة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو دعاء المعروف: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت أرحم الراحمين، أنت ربي المستعفين، وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسعني، أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أشرقت له الرماد وصرح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علي غضبك أو ينزل علي سخطك، لك الأطفى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. بعدها الله سبحانه وتعالى يعني الكل يعلم القصة بأن أخذه في الليلة وأسرى به من مكة المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، بعد أن جاءه جبريل وأخذه بالبراق، والبراق هو يعني حيوان أجلكم الله أكبر من الحمار أقل من البقر، ولكن له ميزات يعني أنه قدمات روح أنه انتهى بصره، وانتقل به إلى المسجد الأقصى كما يقولون يعلم القصة، وصلى صلى الله عليه وسلم بكل الأنبياء، وهذه البشرى الأولى. الموضوع الأول أنه يصلي، أنه ذهب من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فيصبح هناك ربطا بين المسجدين، والكل يعلم أن في ذلك الوقت كانت القبلة هي اتجاه المسجد الأقصى. ثم صلى بكل الأنبياء، وهذه بشرى ثانية، بما فيه سيدنا إبراهيم عليه السلام، فكان الإسراء هو أول البشرى للتسريع على رسول صلى الله عليه وسلم. ثم البشرى الثانية هي الإعراج بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعه طبعا جبريل، ثم التقى في كل سماء الدنيا والثانية والثالثة والرابعة حتى السابعة بكل الأنبياء يعني بالسلسلة، حتى وصل إلى السماء السابعة وهناك التقى بسيدنا إبراهيم، ثم بعدها دخل إلى سدرة المنتهى تركه جبريل وكذلك إبراهيم. والكل يعلم أن في هذه اللحظات أمره الله عز وجل بالصلاة، أو كتبت عليه الصلاة 50 صلاة في يوم والليلة، ثم هبط إلى السماء السادسة التي كان بها موسى عليه السلام، فبالتالي قال له: لا خفف عليك، خلنا بالك احنا يعني لن تتحمل أمتك، أنا أعرف يعني أمتك لن يتحمل، أمتك لن تتحمل، فاسأل الله التخفيف، فأخذ صعودا ونزولا حتى كففت على أمة محمد بالصلاة 5 صلوات وبأجل 50 صلاة، وهذه بشرى أخرى للمسلمين. ثم رجع صلى الله عليه وسلم وأسر بها مرة أخرى وعاد إلى مكة في جوف الليل، وكانت هذه المعجزات. نحن كمسلمين ماذا نأخذ من هذه اللحظة؟ أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل هذه اللحظة، وأنها معجزة لما لا شك فيه، وأنها تسريع على النبي صلى الله عليه وسلم، لكننا نحن الآن بعد مضي قرابة 15 قرنا على هذه الحادثة، حال المسلمين كما الكل يعلم شرذمة وتفرقا وشيعا وفرقة
وخلافات. الله عز وجل عندما أسرى بالمحمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى أرض المقدس بيت المقدس، ويقول المولى عز وجل الذي باركنا حوله، والمعنى هنا يعني شمول البركة لهذه المدينة أو لهذه البلدة أو لهذا البيت، ولأهمية هذا المكان الذي وقع أسيرا الآن في أيدي الصهاينة. إذن الواجب الأول علينا نحن كمسلمين ألا ننسى ذلك، وأن يكون واجب علينا تحرير هذه البقعة التي قال فيها الله عز وجل أنه بارك حولها. هذه الأولى. الأمر الثاني أن هناك دروس وعبر كثيرة أخذت من مسألة عملية الإسراء والمعراج برسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا يجب علينا كمسلمين أن نؤمن بأن رحلة الإسراء والمعراج هي جزء من عقيدة المسلم. ليه؟ لأنه لما رجع وقال للكفار في 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 جوف الليل أنني ذهبت هذا المشوار، طبعا كل لن نصدقه، لكننا نصدقه كما صدقه الصديق رضي الله عنه، قال يعني نصدقه في أمر السماء، فلا أصدقه بذلك نصدقه طبعا، مش كلام. فلا بد أن يكون هذه الأمر بالنسبة لنا عقيدة وإيمان تام. الأمر الثاني يعني لطف الله تعالى بعباده ونصرته لأوليائه والدعاء إلى سبيله، فقد جاء رحلة الإسراء والمعراج بعد أن اشتد الأمر برسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب أن نعرف أنه يعني الأمور تشتد على المسلمين وخاصة في هذه الأيام، وكلنا نرى ما يحدث في مصر وفي العراق وفي ليبيا وفي سوريا، لكن البشرى ستأتي إن شاء الله رب العالمين. هذه نواميس الدنيا التي خلقها الله عز وجل عليها. الأمر الثالث هو أن الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى الأقصى، إلى المسجد الأقصى الذي كان بيد بني إسرائيل في ذلك الوقت، لابد أن نعي ذلك. فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرث قيادة الأمة وسترث أمته هذه البلاد، وفي عروج الله بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى ورفعه مكانا عليا فوق جميع البشر، بشارة بأن الله سيرفع كلمته ويذهل دونه على الدين كله، وأن للبيت المقدس والقدس مكانة عالية عند الله عز وجل، ويجب أن تكون كذلك عند كل المسلمين. كذلك أن في صلاته صلى الله عليه وسلم بالأنبياء جميعا واقتدائهم به وهو في عالم البرزخ، إشارة إلى أنهم لو كانوا أحياناً في الدنيا لم يكن في وسعهم إلا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وكان الأنبياء عليهم السلام وصلاتهم خلفه يقولون لمن لم يتبعوا من اليهود والنصارى وغيرهم أننا لو كنا أحياء لاتبعناهم فما بلكم تتبعونهم وهو بين أظهركم. إن في هذه الحديثة دلالة على عظم شأن الصلاة، فقد اختصها الله من بين العبادات بأن تفرض بالسماء عندما كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون وصف. طيب، هذه أمور نأخذها من هذه الرحلة العظيمة. نحن أين الآن بعد أن شردنا؟ وأقول لفظ الشردنة الحقيقة لأننا وقعنا فريسة لخطط أعداء الإسلام. نقسم نفسنا شيعا ولا ننظر إلى دائما ما كان يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، دعوها فإنها ممتنة. عندما كنا يتحدث الصحابة عن القوميات فدائما ما كان يقول دعوها فإنها ممتنة. التحزب والفرقة، هذا الأمر هو ما يضعف هذه الأمة. أكبر ما يضعف هذه الأمة التحزب وتأجيج الخلافات البسيطة بين المسلمين بعضهم بعض. إنما تقارب بيت الحرام
أو المسجد الحرام والمسجد الأقصى هو تقارب ليس فقط بين مسجدين، ولكنه تقارب بين أواصل قبلتين وبين أهل بلدين امتد بهم الخط. كان في سفرة أو في إسراء النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة البسيطة دلالة على أن المسلمين لابد أن يتوجهوا بنظرهم إلى هذا المكان، وكل يتجمع لإعادة هذا المكان في قبضة المسلمين. هذا أمر هام ولا يغيب، وواجب مفروض على كل المسلمين في العالم القاطبة، وليس فقط على أهل فلسطين، أو ليس فقط على أهل مصر أو الشام أو غيره. هذا واجب حتمي على كل المسلمين، إعادة هذا المكان الذي قال فيه الله عز وجل باركنا حوله. أما ما نحن عليه الآن للأسف للأسف الشديد، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه عن أبي أسماء رحبي عن ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قلنا من قلة بنا يومئذ، عندما يعني احنا قليلين في ذلك الوقت، دي من قلة الناس كلها تتجمع علينا عشان احنا قليلين. قال: لا، انتم يومئذ كثير، مش قلة ولا حاجة. دلوقتي ما شاء الله 1.5 مليار، لسنا قلة، ولكنكم غثاء كغثاء السيف. للأسف الشديد ينزع الله المهابة من قلوب عدوكم، ويجعل في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الحياة وكراهية الموت. وللأسف أصبحت هذه الآفة منتشرة بيننا كمسلمين، كل منا ينحاز إلى عصبيته، وكل منا يحب الحياة ويكره الموت. وإذا رأى غيرنا يتدافع للشهادة يدعو له، هذا أقصى ما يمكن. الآن الكثير من المسلمين مذابح يتعرضون إليها ليل نهار. ما موقف باقي المسلمين من هذه المذابح وهذه المجازر وهذه الدماء؟ للأسف الشديد كل ينسى ويلجأ إلى يعني أغراضه الشخصية أو تحزبه، وننفصل عن يعني وأعتصم بالله جميعا، وأعتصم والأمر هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، كي نعتصم وكي نتجمع وكي نتوحد ونكون على قلب رجل واحد. من هذا وأعطانا الله عز وجل المال والعتاد والأرض المنبسطة واللغة الواحدة والدين الواحد والعقيدة الواحدة، ثم بعد كل ذلك نتفرق، بعد كل ذلك نكون ضعافا، بعد كل ذلك نكون كالقصعة التي تتداعى عليها أو يتداعى عليها الأكل. لما كل ذلك؟ يقول الله عز وجل: كنتم خير أمة، وفيها استمرارا، ليس كنتم في الماضي كما يعني ذكر سلفا الدكتور، إنما لابد العودة إلى هذه العصبة والتوحد والتجمع حتى نكون القوة التي لا يمكن أن تتداعى عليها الأكلة. واعلموا أن الغرب والصهاينة والكارهون الإسلام يعرفون أننا عندنا هذه الإمكانات، ولدينا كل ما يجعلنا أمة قوية نرهب بها عدو الله. نحن لا نريد أن نكون أمة تخيف الناس، ولكن لابد أن تكون لنا أمة لها عظمة التوحد، لها قوة الوحدة الإسلامية، لها الهدف الواحد، وتكون أمة مسالمة. بكلام الله عز وجل وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نكون أمة قوية نرهب عدو الله،
لا نريد أن نؤمن غير علو الله، ونريد أن نعيش في سلام شعوبا تحترم غيرها وتحترم من غيرها، ولا نكون هوان على الناس، ولا نكون ضعافا بين الناس، ولدينا كل مقومات هذه القوة وكل مقومات هذه الوحدة، وتأتي هذه المقومات من العقيدة، وتأتي هذه المقومات من ربط المشرق والمغرب، وأن يتنازل كلنا عن هذه الأمور التي تفرق بيننا. لابد أن نتنازل، نجنح كل منا للآخر حتى نصبح هذه الأمة التي يقول فيها المولى عز وجل: كنت خير أمة أخرجت للناس حتى يوم القيامة إن شاء الله. لا أريد أن أطيل حسب الوقت المسموح لي، لكن أقول يعني أن هذا العالم يخاف من توحدنا، ويعلم أننا إذا توحدنا ببركة الله عز وجل سنكون أحسن الأمم وأقوى الأمم، فنعمل على ذلك ونستعين بالله عز وجل، ونتبع سنن رسوله صلى الله عليه وسلم، ونستعين بكتاب الله عز وجل حتى نكون كما قال المولى عز وجل في كتابه. جزاكم الله خيرا. شكرا للدكتور محمد سودان على ما تفضل من هذه الكلمات. أنا فقط أضيف يعني أو ملاحظة إضافة لما ذكر في قوله تعالى: ترهبون عدو الله وعدوكم. كلمة الترهبون أو الرهبة في اللغة العربية لا تعني إثارة، لا تعني الاعتداء على الآخرين. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. معنى خلق الرهبة في قلب العدو يعني مجرد أن تكون قويا بحيث العدو يخشاك، لا أن تعتدي، لا تعتدي، ولذلك ولا تعتدوا في بعض الآيات ولا تعتدوا. الإرهاب في اللغة العربية لا يعني الاعتداء، ولذلك أنا قلت في بعض المؤتمرات، كان هناك مؤتمر حول الإرهاب عقد في طهران، أنا أكدت على هذه القضية وطلبت أن يتم مراجعة استعمال كلمة إرهاب، لأن من ترجم الكلمة الإنجليزية اللي ترر، ترر في اللغة الإنجليزية يعني رعب وليس رهب، لكن من اختار الكلمة العربية، الترجمة العربية، ترجمها إلى إرهاب، أنا أشك في نية المترجم أنه أراد أن يضرب المصطلح القرآني للإرهاب، لأن المصطلح القرآني للإرهاب آية موجودة في القرآن: ترهبون به عدو الله وعدوكم. أراد استعمل هذه الترجمة لكي يقول لغير المسلمين أن الإرهاب موجود في قرآنهم، عندهم في القرآن موجود ترهبون فهم إرهابيون، في حين أن معنى الإرهاب في اللغة العربية هو مجرد حالة ردع، أن تكون قويا بحيث الآخر يخشاك، لا أن تعتدي. أما الإرعاب فهو الاعتداء، القتل والذبح بصور بشعة، وهو ما تمارسه للأسف بعض الجماعات التي تنسب إلى الإسلام زورا، وهي صنيعة المخابرات العالمية اليوم لتستكمل تشويه صورة الإسلام من خلال هذه الممارسات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للفهم الصحيح لهذا الدين الحنيف، وللاقتداء والتأسي بنبي الإسلام العظيم في هذه الأيام المباركة، أيام المبعث النبوي وأيام الإسراء والمعراج. أظن أعطي 10 دقائق فقط إذا كان هناك سؤال مداخلة، لأن عندنا فقرة أخيرة مشاركة من أخينا القارئ مصطفى مرجان ببعض المدارح النبوية. 10 دقائق أو مسلم، فضل مسلم، مسلم فضل. طبعاً مشكورين على هذه الندوة الحقيقة، ونشكر الدكتور محمد السودان، ونشكر الدكتور الحسني جزاه الله خير الجزاء حقيقة، من يعتبر من الناس اللي اكتشفتوهم في لندن إن شاء الله. ما اكتشفناهم على رأسي، هذا الدكتور هذا أول مرة أشوفه. أنت أول مرة تشوفه سنين. تفضل بالسؤال. إذا يعني سؤال بالنسبة للدكتور الأخ المصري، أنه ذكر أنه الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام لما أعرج إلى السماء هناك تعلم الصلاة في مباشرة من رب الجلالة. أم سؤالي هل في
السماء أم في جبل النور في غار حراء؟ السؤال بالنسبة للصلاة. نعم، هو يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عندما الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة، وأن يعطي حوائج كل محتاج وبالأخص المرضى الذين التمسونا الدعاء. نهدي لهم ولكم ولكل إنسان محتاج ومريض الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. يا من له العزة والجمال، يا كريم كريما. يا أيها الراجون منه
شفاعة. يا أيها الراجون منه شفاعة. صوت عالي. يا أيها الراجون منه شفاعة. صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد 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 أشرف الأعراب والعجم. محمد خير من يمشي على قدمي. محمد أشرف الأعراب والعجم. محمد خير من يمشي على قدمي. محمد باسط المعروف جامعه. محمد باسط المعروف جامعه. محمد صاحب الإحسان والكرم. محمد تاج رسل الله قاطبة. محمد صادق الأقوال والكلم. محمد ثابت الميثاق حافظه. محمد طيب الأخلاق والشيم. محمد 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 زينة الدنيا وبهجتها. محمد صاغه الرحمن بالنعم. محمد سيد طابت مناقبه. محمد كاشف الغمات والظلم. محمد صفوة البار وخيرته. محمد طاهر من سائر التهم. محمد طابت الدنيا ببعثته. محمد جاء بالآيات والحكم. محمد طابت الدنيا بمبعثه. محمد طابت الدنيا بمبعثه. محمد يا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.